أعزائنا المواطنين، تتيح بلدية مدينة أبوظبي لكم طلب خطوات شراء وتقييم خدمة المواد الغذائية المدعومة والمخفضة عبر منصة تم بكل يسر وسهولة، وندعوكم للتفضل باتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول على المنصة باستخدام الهوية الرقمية، ظهور بيانات البطاقة، اختيار نوع الاستلام والبلدية والمستودع، اختيار المواد الغذائية، مراجعة المواد واختيار الدفع، الدفع واختيار طريقة الدفع المناسبة، وصول رسالة التقييم النصية، فتح الرابط، اختيار نوع التقييم، اختيار سبب التقييم، إضافة الملاحظات إن وجدت، تم الانتهاء من عملية التقييم. نسعى لإسعادكم وتقييمكم لخدماتنا يساندنا في تطويرها.